عدد الحدا اللي احنا كنشوفوا حالين راهنا هاد الاولاد هاد الناس هادو كل واحد كيعطي ثلاثه اربعه ديال الوليدات من هنا كيجيب المصروف اليومي ديالو الا ما كلاوش من هنا مساكن يبقى بجا وهذه دابا الحاله كيف ما قلنا لكم ديال علينا 30 يوم هذه وهاد الحاله هكذا ومن بعد الحاله هي باينه عندنا كنشوف رفضوا لنا كل شيء ولاو كيولينا كنتعتقلوا بحال اللي ما شنو حنا دايرين في البلاد ومن بعد هاد الشيء هذا الظروف ديالنا اسوء يعني الحاجه الا ما خدمنا شي راه ما عندناش باش نعيشوا الظروف عندهم ما تشوفوا شي وقف ما نسوقوا لنا شي كانت المسؤوليه شنو غتحمل الله كتمشي البوليس كيجي هنا يقمعك بواحد الطريقه اللي ما اللي بشيعه ما تدخلهاش في العقل ديالك كيجي كيمنتك ويديك بحال اللي انتينا اللي ما شنو عملت هنا في هذا العالم هذا اون بلوس الباب مبلعاك وشي مشدود ما كاينش اللي تسوق لك شي حاجه شاد لك على الماء ما تصلي ما دير حتى شي حاجه يعني بقى هنا مود دبر راسك والحمد لله اللهم لك الحمد حنا ماشي زعما عندنا شي حاله من غير هادشي هذا ولكن الله غالب يعني اللي قسم الله هو هذا ولكن عندنا سلطه عندنا قانون عندنا حقوق في البلاد يعني ماشي حنايا غير اللي جا بغى يدير شي حاجه يديرها لا كاين عندنا قانون عندنا حقوق عندنا كل شيء ومن بعد هذه الحاله هذه اللي حنا كنشوفوها دابا هما كاينين الناس اللي هما الله يحسن العون راه عندهم العائله ديالهم مرض عندهم العائله ديالهم الحاله حظ الله كاين مساكن اللي ما كيلقاش الله يحسن العون الكره والمصاريف اليوميه اللي هي غاليه والظروف البشعه اللي كيعيشوها الناس هما كتشوفوا الحاله المسكين اللي عنده 4 خمس سنين ساكن بعيد كيجي في الصباح كيجي ثلاثه السوايع في الصباح ورجع ثلاثه في العشيه باش كيخدم يعني كيخدم 18 ساعه في النهار ولا 14 ساعه باش يجيب القوت ديالو يلا كيدي منا 8 ديال السويعات ما كاينش اللي يقول له دي زايد ولا ناقص ولا الحمد لله اللهم لك الحمد